إحدى الأخوات هل يجوز للحائض أن تحضر ختمة الحرم في الساحات الخارجية أو في التوسعة؟ الساحات الخارجية التي ليست محاطة بأسوار المسجد الحرام هذه ليست من المسجد الحرام، مثل الساحة الموجودة خلف المسعى مثلا فلا بأس أن تجلس الحائض فيها، لا بأس بذلك، إنما هي ممنوعة فقط من دخول المسجد. أما هذه الساحات الخارجية المفتوحة لا بأس أن تبقى فيها الحائض، لكن يعني حضور هذه الختمة ليس له كبير يعني فائدة، إلا فقط أنها تؤمن على الدعاء، وبإمكانها أن تكون في البيت وتستمع للختمة من وسائل الإعلام التلفاز أو الإذاعة وتؤمن على الدعاء. يعني مجرد الحضور هي لن تصلي لكونها حائض، فليس له كبير فائدة. إذا أرادت التأمين على الدعاء فبإمكانها أن تفعل ذلك وهي في البيت، عندما ترى الختمة منقولة على الهواء مباشرة عبر وسائل الإعلام.